تحكي على المهرجان كله ممثل ما قصدي بس ممثل في لبنان والله مدام سوني شيء هو أي تظاهرة ثقافية فرصة للتبادل وللتلاقي ولتبادل الأفكار لتبادل الخبرات. أنا كمخرج تونسي أو مخرج سينمائي تونسي يمشي عنده الفرصة باش يمشي يشوف الأفلام الإفريقية والعربية باش يستقي منها، مش بالضرورة باش يتعلم، على الأقل باش ياخذ فكرة، هذا مهم. فهذا اللي حريص عليه أيام قرطاج السينمائية، حريصة جدا على تبادل الخبرات، مش فقط كعناوين أو في مجلة المهرجان، لا، تعرف إنه عشرات الأفلام تم التعاقد عليها وانطلقت من أيام قرطاج السينمائية. تونس تتنفس فن، تتنفس مسرح، تتنفس سينما. دونك بالنسبة لنا احنا هذه العرس متاعنا، معناها احنا نقعدوا نستناو للدورة اللي بعدها باش نتقابلوا باش نتناقشوا باش نحكيوا. دونك كيما المتنفس كيما الضيوف متاعنا زايدة اللي ناخذوا منهم ونعطيهم، دونك تلاقح الثقافات والانفتاح على الآخر. وتونس معناتها أنا مش باش نقول لكم اللي هي تعتبر عاصمة الفن في العالم العربي. هذايا عرس، عرس معناها نتلقاو فيه الكل، تجي قنوات عربية كيفكم انتوما، نوليو نعرفوا بعضنا أكثر، عندنا علاقات كبيرة برشا بين مخرجين وبين سيناريست وبين ممثلين. فالعرس هذايا واللمة هذايا في هالفضاء الرهيب هذايا الرائع جدا، مدينة الثقافة في تونس اللي هي مكسب اللي نصور أنا مش كان للتونس برك، هي فخر حتى للعرب الكل. فإن شاء الله يكون هالعرس هذايا مزيان برشا، يعني حسب البرنامج ثم العديد والعديد من الأفلام المتميزة جدا من كامل العالم. فخور وسعيد جدا بالمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي بمشاركة تقريبا ما يقارب 45 دولة عربية وأجنبية، وهذا أول فيلم لي، والحمد لله منذ البداية مشاركة في مهرجان دولي كبير مثل قرطاج، وإن شاء الله نطلع نتيجة ممتازة. فيسبوك أو إنستغرام en the story, yani vous publiez la story avec